معك واش عملت اليوم نحكي معك اش عملت اليوم اش عملت اليوم نحكي معك واش عملت اليوم اما المزود والراب زوز موزيكا فهم في اخر حلقه موزيكا موسيقى هي ديما توصل في حكايه توصل في معلومه توصل في سنساسيون توصل في ميساج توصل في حاجه انسان يحس في حاجه ولا دونك بيان سور لي بوب في الراب سورتو فيه برشا انجاجمون برشا انرجي ساعات برشا غش ما فيه برشا زيد جو برشا جود فايب زيد خاطر اليوم العباد تبع الانرجي اللي خارجه من الراب دونك ديما كي ديجاجي انرجي وقت لازم فما غش فما غش وقت فما انرجي بنينه باش نعدي ونعدي انرجي بنينه زيد الدنيا تضر وتضر وتمر طالع مع قر واللي عامل روحه حر حتى طول عمر ساكت تسعة شهر تحسر وتزر مزود زاد كيف كيف معناها من قبل يوصل في لغه يوصل في مساجات كسوا كيما قلت انت نتاع غش نتاع قهر نتاع وجيعه كيما نتاع جو نتاع برشا حاجات فهمت فكيت وبكيت كريت وسكيت شيت سربيت وحكيت سلطت بلانكيت صار فيك بتصر فيك سروس التكتيك اما مو في بصرا فيك ما غير ما شلق فيك يقضي في السيد بالريحه تنفس وسيد عملوا البكيت نتفرج في عرض كيما هكا نشوف المزود ضايع شويه في الحكايه معناتها المزود ما انت لي رابور يغني حبيت كان نشوف مثلا هذه مسألة شخصية نجم الشخص يدخل معناتها في تقييم الموضوع بتاع الصحافي انه نشوف مثلا رابور ومزود يغنوا مع بعض والله احنا هذايا نكذبش عليك في البارابور الزمسي اللي موجودين اللي باكراوند اللي عندنا موجود شيء هذايا في تيجا مثلا موجود في حتى انا نحاول معناتها انه معناتها نحط هالحكاية في البروجي سوف كو راهو تحكي على حاجة ديليكات شوية زادا راهو فهمت خاطر الفايب مزود والحاجة اللي قاعدين نعملوا فيها كرابوريت قاعدين احنا توا في مرحلة متاع الخياطة قاعدين نخيطوا فهمتني قاعدين انت قبيلة تحكي على الايدنتيتي واحد انا راهو معاك ماكش غلطة ما تبارش معاك الايدنتيتي قاعدة تتخلق لما ايدنتيتي سونور مش ايدنتيتي نتاع موزيكا شو نسميوها الموزيكا الراب والمزود ايدنتيتي سونور قاعده تتخلق هي بدا قاعده تتخلق فينا زادا كام سي قاعدين نتعاملوا توا مع الجروف الجديد اللي قاعد رابي عليه قاعدين نتعاملوا مع برشا حاجات معناتها فهمت معناتها بالوقت باش نجم تشوف واحد من الام سيات هذوما كان زادا ما انفيتيناش عباد اخرين اما تنجم تشوف عباد هكا تنجم اتغني في المزود بيدا المزود اللي كوميونيكي للعباد الجران بيبليك اليوم لي تيكست اليوم فرانشمان معناها فقراء على الاخر لي تيكست معناها فقير تحس التيكست فقير تفهم فيا وكما لغة صحيحة خارجة من عند برشا عبيد اللي العبيد هذية معناها قبل كانت تلقى وين تعطيها لشكون باش يوصلها وذوك الكل اليوم تلمون فما اندستري معينة وفما بيوع معين سوكي في فما لغة معينة نذن عديوها وفما لغة ليه وحسير وشكون في بالها دونك اليوم لي بوب يعديه المساج صعب يمكن بركز هيب هوب مانيش احنا في انقاذ المزود جو بي عنده كما قلت لك صنايعيته ما ليه اما هو ما اما 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 صافي بليزير اللي اليوم تلقى عبيد من المزود دي سون اوفير باش انهم يبارطاجيو الموسيقى نتاعهم مع دي ميوزيسيان مش مسلسين يمزكوا معاهم ولا مع ستيل مع جو جديد كامل يتلقاه في فما فيلينغ ويحب يعطيك فكره في هذه يعطيك فكره في هذه والضربه هذه يقول لك اسمعني يسمع انت الضربه ذي اللي حبيت عليها انت راهي بنينه اما نشوف صحيبي فما تاريخ يحكي لنا الضربه هذه تزيد ترك منا تولي هذيك البنينه على الاخر نتاعنا الصحيحه تفرح انت تعلم معلومه جديده وهو يفرح اللي فازتك لبست على الموضوع نتاعو دخلت في الحلقه ركزت مع الشله دخلت قالوا لي الشاب اللي قلت هنايا اليوم للحنه فما للسربي في الفل فما
فما البزود احفل فما الخاله والعمالين الشمس علينا كل تبست الخدى نسفر شيقه تتزيد فلين ربي خلص وحده يا علي ربي ما يعاود فما تزغري تعلى عروسك تهنى قدوه يلبس خوطه بيفرح عروسه دي فيها يتهنى اليوم روحك ماشي عكس الناس في صاحبي فات المخبري منور وفزان يدور الاحزام يا بيت اليوم روحك ماشي عكس الناس في صاحبي فات المخبري منور وفزان يدور الاحزام يا بيت قلوب قلت سوى بلاد البلاد الجو حفل زاز ودز يا فرح وما تزاد تك تك تخطت تبتبت تفقت تبقت تهزت تحطت مع الوقت الشايف الدب ومراقد حل مخك المعقد يدي يعمل روحك عقد لدين الكل الفوق كان فهمت كان شلقت شطحت لي نار قتلتها ولا شلقت كان فيكم البارح خازيت وعلقت المره الجايه يا صاحبي مازال فما برشا مواضيع تورني مازلت القدام مازلت العوام